نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ورشة عمل تفاعلية حول إصلاح الإعلام السمعي البصري العمومي والخاص. وقد تم التطرق خلال هذه الورشة إلى أهم الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها الإعلام العمومي والخاص. الإشكاليات اللي تواجه الإعلام العمومي هي الإشكاليات برشا ومتعدة، وأساسا هي إشكالات مادية الحقيقة، لأنه التلفزة تزخر بطاقات في المجال الصحفي وإلا التقني وإلا الإداري، ولكن الماديات هي التي تعوز المؤسسة، لأنه عندنا برشا أعطاب في الآلات، آلات المونتاج ولي سيرفور اللي موجودين، وهذا اللي عطل عملية الإنتاج. ولكن بإصلاح هذا الكل تنجم تكون ترجع الماكينة تخدم وترجع التلفزة إلى سالف نشاطها في إطار إنتاج برامجي متنوع يلبي أذواق المشاهدين الكل. إذا ناخذ في المشمول وفي العام على دور الهيكة في الإعلام في الالتقاء بمردودية الإعلام بصفة عامة والإعلام العمومي بصفة خاصة. احنا نحكيه توا اليوم على الإعلام العمومي. أنا لا أرى، وأنا الحقيقة واحد معناه تقريبا ساعات يقول يجع قلبه وقت يسمع زملاء اليوم يحكيه ولا زميلات يحكيه يقولوا احنا متخوفين أنه معناه مازلنا خايفين من الإعلام العمومي والحكومي. اليوم بعد 10 سنوات من مكسب كبير كسبناه وهو حرية الصحافة والتعبير، نجي ونحكيه على الإعلام العمومي، على إعلام عمومي يحكي على إعلام عمومي أو حكومي، وذا خيبة أمل كبيرة، باعتبار أنه صحيح أنا زميلات وزملاء اليوم والعديد من القائمين في المجال الإعلامي بصفة عامة اليوم متخوفين، باعتبار أنه هناك مؤشرات للارتداد معناها عنا أحنا مكسب، فما هناك هيئة تعديلية، والهيئة هذه من صلاحياتها أني تعطي الرأي المطابق مثلا بالنسبة لتسمية الرئيس المدير العام سواء بالنسبة للتلفزة التونسية أو مؤسسة الإذاعة التونسية. اليوم احنا نراو في تعيينات، الحقيقة أنا أراها تعيينات مؤقتة لكن تعتبر تعيينات فوقية وطال أمدها دون يعني الرجوع للرأي المطابق للهيكة اللي هو هذا قانون. بالنسبة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع عدد من الشركاء كما منظمة إيفوس، ومعنا كذلك الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري ومراسلون بلا حدود ومنظمة المادة 19، بدينا منذ مدة في الإعداد للمؤتمر الوطني للسياسات العمومية في الإعلام. كانت الانطلاقة بندوة تحضيرية كبرى بلقاء مع الخبراء، واليوم بدينا في الورشات المختصة. اليوم تشمل الورشة الإعلام العمومي السمعي البصري والإعلام العمومي والجمعيات والإعلام السمعي البصري الخاص والجمعياتي. الإشكاليات اللي مطروحة في زوز مجالات هذوما في الإعلام السمعي البصري العمومي والخاص هي تختلف في جزئيات بسيطة، ولكنها تشترك في عدم وجود رؤية للدولة للإعلام، في عدم وجود سياسة واضحة في التعامل مع الإعلام. الإعلام العمومي للأسف دائما يحبوا توظيفه ليكون إعلام حكومي، يفتقد للموارد، يفتقد للميزانيات الضرورية، يفتقد لفصل الإدارة عن التحرير، يفتقد لضوابط جيدة تضمن الخطوط التحريرية وهوية تلك المؤسسات كمؤسسات إعلامية وليست مؤسسات إدارية. ولكن التعقيدات الإدارية والتعامل مع مؤسسات الإعلام العمومي على أنها مؤسسات عمومية عادية، هذا كبل الإعلام العمومي وما خليهش ينجح. الحقيقة عملية الإصلاح هي عملية يلزمها تكون جوهرية. أنا عملت مقترحات توا، من بينها هي إعطاء المجال للكفاءات متاع المؤسسة باش تكون هي في مجال التسيير، لأنه عيب على مؤسسة عمرها 56 سنة كمؤسسة تلفزة تونسية يتداولوا عليها لمدة 10 سنوات أو 11 سنة 14 رئيس مدير عام، فكل رئيس مدير عام مش باش ينجم يكمل البرنامج متاعه.
تنوع النقاش خلال هذه الورشة، حيث طرح المشاركون عدة إشكاليات تهم القطاعين العام والخاص، إضافة إلى اقتراح جملة من الحلول والتوصيات لإصلاح هذين القطاعين. الإعلام الخاص أهم المشاكل اللي قاعد يعاني منها. والله الإعلام الخاص تعرف رو الإعلام الخاص له كما قلت خصوصياته، تو الإعلام العمومي واضح من يديره ومن معناها يقوم عليه. بالنسبة للإعلام الخاص تعرف هناك أصحاب مؤسسات، هناك معناها يعني أبريتو معناها إحنا نقوله هي مؤسسات تجارية، هذا ما يلزمش ننساوه، هذا بيزنسوف. إذا كان أزحنا الإعلام الجمعياتي باعتبار هي مؤسسات غير ربحية، لكن مؤسسات الإعلام الخاص بصفة عامة هي تسعى ل معناها على الأقل للربح، هذا من جانب، لكن هذا الربح لا يجب أن يكون على حساب حرية الصحافة والتعبير، على حساب التعددية، على حساب التنوع. خاطر إذا كان وصلنا الغادي راهو معناها ما عادش يولي فما إعلام، ما عادش يكون فما صحافة، ما عادش يكون فما صوت معناها صوت المواطن أو المواطنة. هذا الكل راهو يعني وفق يعني تبقى ديجا الإجازة تكون معناها تسند من قبل الهيكا وبعد الإمضاء على اتفاقية يكون يلتزم فيها القائم أو صاحب المؤسسة بكل المعايير والواحد عفوا بكل المعايير الدولية والوطنية التي تضمن حرية الصحافة والإعلام وتضمن حق المشاهد والمشاهدة وتضمن حق كل في معناها ضوابط مهنية واضحة تعددية تنوع وكل ما إلى ذلك من حقوق وواجبات. اليوم جاء الوقت يظهر لي أنه نحكيه في حلول عملية، ضرورة أن تتوفر الإرادة السياسية باش الحلول هذه تولي أمر واقع ويتم تطبيقها على أرض الواقع. احنا باش يتوج الورشات هذه التحضيرية اللي باش تكون بعدها فما ورشة خاصة بالصحافة المكتوبة والإلكترونية بالتمويل وبالمشاريع القوانين اللي تعوض المرسوم 115 و116 والرقمنة، ولكن هذا الكل ما ينجم يكون فاعل إلا ما تكون فما إرادة سياسية حقيقية من الدولة لإصلاح الأعلام، ولأنه كل ما يطرح في خلال الورشات هذه يتم تبنيه والتنفيذ على أرض الواقع، لأنه من غير إرادة سياسية باش يقعد إعلامنا مهمش والسلطة الرابعة باش تقعد هشة قابل تطويحها متى أرادت السلطة ذلك.